السلامة ومرحبا بكم، يا ربي تكونوا الناس الكل بخير. رجعت لكم اليوم في دبارة زمنية، دبارة من الجنوب التونسي، يا ربي ان شاء الله تعجبكم وبيان سور على طريقتي. كل انسان وطريقته، انا ضغطها مرة بركة وعجبتني على الاخر على الاخر على الاخر، دونك اليوم مش نعاودها ثاني مرة، باش نعاودها معاكم. يا ربي تكون تعجبكم الوصفة هذه اللي هي وصفة كيف ما قلت لكم دبارة نتاع الجنوب التونسي. تحية لجماعة الجنوب الكل. دونك دبارتنا اليوم هي المطبقة، ونبداو في التفاصيل. الوغ اول حاجة نعملوها اللي هي باش نقول لكم على ليزيبيس نتاع المطبقة، باش نبداو بالصوص. هي تجي بات وتجي بالصوص. اول حاجة باش نعملوها باش نبداو بالصوص، خاطر الصوص نتاعها يلزمها تكون تبرد. دونك هوني خديت راس ثوم هروشتو كيف ما تشوفوا، وخديت قرن فلفل بركة وهروشتو على حسب نوبغ نتاع العائلة وعلى حسب تحبها حارة ولا مش حارة. دونك عندي هوني غرفة طماطم، وخديت كركم، خديت البازيليك الحبق، خديت الهروس اللي كنت عملتو انا، وعندي نعناع شايح مشايحتو هوني في الدار. دونك هروشتو بالطريقة هذه، وعندي الكاتيبيس تابل راس الحانوت كما الناس يقولولو. هوني عندي الكروية، دونك هذوما لي زيبيس اللي باش نستعملهم. هوني عندي راس ونص بصل هروشتو بالطريقة هذه، وعندي هوني ما يقارب فنجان زيت زيتونة. دونك بيان سور ما ننساوش فلفل الكحل، وعندي سال الملح. دونك هي في الأصل أصيل يعملوها بالشحم، دونك فيو كي برشا عباد ما تحبش الشحم، فما شكون يعملها بالسكالوب، فما شكون يعملها بالدجاج، انتي وشنو تعمل؟ انا باش نعملها بالطن. دونك بالطن، وعندنا هوني لو فرماج كيف ما قلت لكم اول فيديو على طريقتي انا. دونك نبداو في الصوص نتاعنا. الوغ اول حاجه عملتها حطيت زيت الزيتونه نتاعي هوني باش نجي ناخذ البصل. اول حاجه باش نصب البصل نتاعنا، باش نذبلو شوية. ونسيت يتحط فيها زادة المعدنوس، اما انا مش باش نحط، باش نحط تشيشة معدنوس مش باش نحط فيها برشا فرونشمون، خاطر باش نقصلها تشيشة معدنوس هكا هاو. دونك باش نخليه يذبل شوية البصل نتاعنا، اونتخ تو نقص الماء. الوغ كيف ما نشوفو هوني البصل نتاعنا بدا يذبل، دونك باش نجي باش نحط لي زيبيس نتاعنا الكل. نحط الثوم، باش نحط التابل والكرويه والهروس، فلفل شايح كيف كيف، نحط الطماطم والكركم، باش نخلي كان الحبق والكرويه في الاخر بالكل. هذوكا باش نحطهم، وباش نحط الشيشة مع النوز. شوفوا شوية بركة مع النوز، منحطش برشا جوست على البوك، ونحاول نخلط الكل مع بعضه. فوالا الطريقة هاذي، مش باش نزيدوها ماء، يلزمش الصوص هاذي ميلزمكش تزيدها الماء، تحاول تحل اللفاحات نتاعك الكل بالطريقة هاذي. ديجا هكا عطات ريحة بنينة على اللخر، فوالا حنو نخليوها تتقلى شوية وحنا نحركو. دونك هوني باش نزيدها الملح، بيان سور منحطش برشا ملح لخاطر ديجا فيها الهروس فيه الملح ديجا، دونك منحطش برشا ملح. باش نزيدها تشيشة فلفل أكحل، ديجا ريحتها ما شاء الله راهي ما تجيش مزيتها، فما ناس تعملها مزيتها، انا راني ما نحبهاش تبدا مزيتها. هلا نحاول نخلط الخليط نتاعي الكل بالباهي، نكمل صبيت الكرويه نتاعنا والحبق، خاطر ديجا باش تكمل تجيب في مع الخبز اللي باش تحضرو. دونك هذي البات نتاعنا سي بون، نسكر عليها باش نخليها تبرد. هذا الخليط اللي تحصلنا عليه باش نخليه يبرد، اونتخ طون باش نحضرو توا
البات نتاعها. الوغ نجيو توا للعجينة نتاعنا. العجينة نتاعنا تتمثل في كيلين سميد عليهم كيلة فرينة كيف ما نشوفو هوني. باش نحطولهم شيشة ملح فوالا، شيشة سكر. السكر يخليها تعطينا اللون الكراميليزي، دونك شيشة مش برشا سكر. نحتاجو زادا ماي دافي. نبداو نخلطو العجينة نتاعنا. كيف من هكا عجينة عادية نحاولو نخلطوها لين تولينا عجينة متماسكة. نبداو نزيدوها في الماء بشيشة 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 حتى لين تعجن بالبي. الوغ كيف ما نشوفو هوني البات نتاعنا عجنتها بالبيه بالبيه بالبيه. توا مطحنة كان باش نقصوها فوالا، خاطر هما تجي دو ترونش صغار، يعني كعبة أنا باش نعملها فوالا باغ إكزومبل هاذي كعبة داكوغ. دونك هاذوما كعبتي وهاذي باش نعملها فورمة أخرى. أتن نوريهالكم توا. دونك أنا توا باش نكعبرهم بالطريقة هاذي. حاول نلم العجينة على بعضها، باش نحط على البياس نتاعي شيشة زيت فوالا، باش نخليها ترتاح. العجينات نتاعي باش نخليهم يرتاحو شوية ونبدا باش نبدا نحل بالكعبة بالكعبة توا. الوغ هوني حليت البوالا نتاعي باش تسخن. نحط على البياس نتاعي شيشة فرينة مش برشا ونبدا بالكعبة الأولانية اللي خدمتها بالطريقة هذي. نجم تعملهم كعبات أكبر، ما انتي وشنو تحب. بالطريقة هذي نحاول باش نحلهم كعبات قد بعضهم. انا هوني نحب نعملهم كعبات صغار. حلو باش يكون كعبات جويدة باش ما تعجننش. انا الكعبة الأولانية نتاعي اللي حليتها، نحل كعبة أخرى كيفها. نبدا بالكعبة الثانية نفس الطريقة نحلها. ألوغ كيف ما نشوفو هوني حليت كعبتين قد بعضهم. دونك أول حاجة حشتنا بها تيشا ماء، ماء عادي بارد باش نعملو بيه les extrémités تاع البات. الطريقه هذه جوست les extrémités فوالا، باش كل الفارس باش نحطوه جوست او ميليو فوالا. الطريقه هذه ناخذ توا الفارس نتاعنا فاس ريحته بنينه بنينه ما نحكي لكمش. دونك نحاول نحل اكل فاس نتاعنا الكعبه بالطريقه هذه. بيان سور لو بوالا اونتخو طون قاعده تسخن. كيف ما قلت لكم كل واحد وطريقته. لو انا باش نعمل هذه على طريقتي انا، كنت جربتها وجدتني بنينة 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 وهذه ثاني مرة حبيت نفرتجيها معكم إن شاء الله تعجبكم. فوالا كنت قلت لكم اللي فما ناس تحط لها تحط لها شحم، انا ما نحبش نحط فيها شحم، نحب نعملهم كعبات بالطول.
الطريقه هذه. جبل شاطون انتو اللي عنده طوم اللي عنده سكالوب كل انسان وكيفاش يحبها. عندي الفرماج كاري هذا باش نحط فيها الفرماج باش نقصهم دو ترونش بالطريقه هذه. Voilà. Oh, je vais faire le fromage râpé. Fromage râpé, allez, je vais faire le fromage râpé. Je vais faire le fromage râpé. Donc, au moins, je vais faire le fromage râpé. Donc, je vais faire le fromage râpé. Je vais faire le fromage râpé. Je vais faire le fromage râpé. Haja sehla, ou fifa, ou nina. Je vais faire le fromage râpé. Je vais faire le fromage râpé. Voilà, طريقة هذي. توا أنا باش ناخد فرشيطة وباش نحاول ننزل عليها بالطريقة هذي. فوالا خلينا أكل لتخاص الحلول مزيان إبريزونتابل أون بلوس وتسكرلنا الطرف نتاعنا باش ما تحلش. Voilà. هذه طريقتنا باش نحاولوا ننزلوا عليها بالطريقه هذه نحاولوا نصلحوها. فوالا الفرسيجي قعدنا توا كان باش نهزوها وباش نحطوها في البوال نتاعنا. دونك هذه كعبتنا كيف ما نشوفوا نحطوها في البوال نتاعنا. فوالا خلوها هكا ساعه ساعه باش نقلبوها مش باش نخليوها هكاكا. دونك في المرحله الثانيه فما شكون يحط لها الزيت. دونك انا هوني ذوبت لها تشيشه زبده دونك باش ندهنها بالزبده بطريقه هذه باش نغسلها في الغاز. فوالا وباش ندهنها بالزبده تشوفوا الريزلتا حاجه حلوه على الاخر وبنينه سورتو. بعد نجم نزيد معها زيت زيتونه تاكلها يعني هذيك علاش ما عجنتش العجينه ما عجنتش معها زيت والفارس كيف كيف ما حطيتش فيه برشا زيت خاطر نجم بعد تاكلها بال تاكلها بال. دونك هنا توا باش نقلبها باش تحاول تبان من جهه الكل. بسم الله هلا هذا بالطريقة هذي وندهنها كيف هذا بالزبدة هوني كيف كيف. فوالا فتكوني تجيكم حاجة بنينة وحلوة على الأخر كون جربتها. فوالا نحاول ديما ندور هلا ندورو ونقلبو باش تطيب من جهة الكل. شوف هاك لي تخاص نتاع الفرشيط خليت منظر ياسر حلو ومزيان. الطريقه هذه اللي طيب لنا كعبتنا. الوغ كعبتنا الاولانيه حضرت كيف ما نشوفوا هوني بعد نحل لكم تشوفوا. حطيت الكعبه الثانيه الكعبه الثالثه اللي قلت لكم باش نعملها فورما اخرى فورما كيما السوفلي او باش نوريكم كيفاش نخدموها. دونك جوست ندهن هذه بالزبده
ونقلبها باش ما تتنفخناش. ودي بسم الله هنا من هون كيف كيف بالزبدة. هانو ديما نحركو باش تطيب لنا من جهات الكل. ونبداو نحلو في الكعبة الاخرى. دونك الكعبة الاخرانية نتاعنا باش نعملها سوفون سوفلي. دونك بالطريقة هذي نحل الكعبة نتاعنا. حاجة سهلة على الاخر. اونتخوطو ما نغفلوش على الكعبة الاخرى. نحطو تشيشة فرينة خاطر تعاون الفرينة حنين نتاع الكعبة نتاعنا. ندورو الكعبة الأخرى، ميلزمهاش تقعد ياسر تطيب على جهة واحدة، لازمها تطيب أو ميم طون على جهتين. ندورو ونقلبو. هلا هذه الفورمة نتاع كعبتنا الثانية. دونك نجي كالعادة لي زيكستريميتي جوست هلا باش نحاول نبلها بالماء بطريقة هذه. جوست على جهة واحدة خليها شوية نخطو نقلب الكعبة الأخرى. دونك نجي للفرس نتاعنا هوني باش نحطوه على جهة واحدة. بون هذه باش نكمل لها الفرس الكل خاطر هذا اللي قاتلي من حتى نطيشو. فوالا نكمل نحط لها الطن. نحط لها تبع الفخوماج. فوالا وباش نكملو لها كطرف الفخوماج غربي. الو مبخنا كاين باش نسكروا عليها بالطريقه هذه. نحاولوا نمشيو الخليط بالطريقه هذه. انا قلت لكم الفورمه نتاع الهلال فورمه السوفلي باش نجيو باش نسكر بدايه لي زيكستريميتي. اونتروطون نقلبوا الخبز نتاعنا. فوالا يسمهش تجيب على نار واحده. دونك نجي هوني بالفرشيطه ونعمل ليزيكستريميتي نتاعها بطريقة هذي. برشا المطبقة يستسهلوها بالطريقة هذي خاطر يقولك الكعبة نتاعنا تتهز. الطريقة الأولانية اللي عملتها أنا يخاف الكعبة ما تهزلوش، لا تحط الفرينة من اللوطة تتهزلك فيت فيت متخافوش. دونك هذي الفورمة نتاعنا. نحاول أكل الخليط نتاعنا نمشيه باش نخليها أونتخوطون حتى لين تحضرلي الكعبة الأخرى. هوني كيف ما نشوفو كعبتنا
دور ونقلبيها على نار هاديه، ماهيش نار قويه ياسر كيف ما نشوفوا، ما تحلتناش من لي زيكستريميتي كيف ما وريتكم، وقاعده تطيب سله سله. سي جوست حاول تقلبها حتى الفورما نتاعها ياسر حلوه ومزيانه. دونك نكملوا طيبوها ونطيبوا كعبتنا الاخرى. نكملوا كعبتنا الثالثه، هذه الكعبة الثالثة بنفس الطريقة، باش ندهنوها بالزبدة. كيف الجهة الأخرى، يلا حاجة سهلة وخفيفة وما تتطلبش برشا وقت. نخليوها تطيب ونوريكم النتيجة النهائية. دونك هوني كيما راهو كعباتنا الكلهم طابو تبارك الله وما شاء الله. فوالا هذوما كعباتي، باش نخلق قدامكم الكعبة اللي خدمتها. دونك يتحط مع شوية زيت الزيتونة في الوسط، خاطر ماني قلت لكم ما حبيتش نعملو مرقو ياسر، حبيتو شايح. فوالا نجيو هوني نحلو الكعبة نتاعنا. بسم الله نحطوها ضربة، هذه المطبقة متاعنا نوتكم ولا نشهيكم. باش نوريكم الداخل كيفاش جات، فوالا هذا كان فطورنا لليوم. دونك حنوريكم الداخل كيفاش جات، جات حاجة خرق العادة. باش نذوقها، بنينة 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 على الاخر. اون فيت تنجم تغطسها هوني في الزيت، انا نحب الخبز سخون مع الزيت. ولا بنينة 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 على الاخر. صدقوني بنينة بنينة بنينة، نودكم ولا نشهيكم. يا ربي تكون عجبتكم الوصفة متاع اليوم، اللي عجبتو يعمل جيم، واللي يتفرج في الفيديو هو ماهوش ابوني عندي ماذا بيه يابوني عندي في الشين. وربي تكون عجبتكم الدبارة متاع اليوم، والى اللقاء في فيديوهات جديدة وفي دبارات جديدة. باي باي.